ليه تعمل حاجة زي دي يا حسام؟ ازاي اصلا عملت كده؟ احنا مش في ازاي وليه دلوقتي، احنا في اللي هربت ومش عارفين نلاقيها. ما تهرب ولا تغور في 60 ده، عايز تعرف مكانها ليه؟ هي مش قالت لك مش حامل؟ مش خلص الموضوع ده خلاص؟ عشان مش مصدقه. انا اللي مش مصدقك يا حسام، انا بجد اللي مش مصدقاك. انت عايز تودي نفسك 60 داهية؟ عايز تروح في مصيبه؟ افرض انها اتمسكت. طب بلاش، افرض حد من اللي بيهربوها اتمسك. ايه يا باشمهندس، جرايه سياده النائب، انت مش خايف على سمعتك؟ نسيت كل اللي عملناه؟ عايز واحده جربوها زي دي جايه من الشارع تهد كل اللي احنا عملناه حسام؟ انا مش بعمل كده عشانها، انا بعمل كده عشان ابني اللي بطنها. ابنك ايه يا ابني؟ ابنك انت هتجنني؟ وبعدين حتى لو حامل تودي نفسك 60 داهيه عشانها؟ فاكر ان هما مش هيعرفوا يوصلوا لك يا حسام ويعرفوا ان انت اللي مهربها؟ لا طبعا، انا ازاي هرب واحده انا مبلغ عنها؟ هوبلهم عبط، هيصدقوا بقى، ما في كاميرات من الشقه في كل حته. وبعدين من امتى بتعمل حاجه زي دي من غير ما ترجع لي؟ ازاي تتصرف لوحدك ما انت بترجع لي على طول؟ عشان عارف رايك يا بيه. يعني انا عشان هقول لك لا تقوم انت تلبس في حيطه؟ تودي نفسك في داهيه؟ يا ربي، نفس الشخص ما بيتغيرش. تروح تعمل المصيبه وتغرق نفسك وتجري عليها عشان الحقك، مش كده؟ الوهم اللي في دماغك بس هو اللي مصور لك اني غرقان، لكن انا مش محتاجك يا غاده. انا ممكن اعمل اي حاجه من غير ما ارجع لك، انا بحكي لك بس عشان ما فيش بيننا اسرار، بس بعد كده انا مش هفتح بقي معاكي. طب استنى استنى، انا اسفه، ما تزعلش، حقك عليا. لازم نلاقيها على الاقل عشان اتاكد هي حامل فعلا ولا لا. ماشي يا حسام، هنلاقيها. اللي انت بتعمله ده جنان يا حمو، واقسم بالله دفعك ثمنه غالي قوي. الغالي ثمنه فيه، وما عايزانا نستنى لما صفوان يبعتك تخلص علينا. وهو هيعمل كده معاك ليه؟ وهو حابسنا ليه؟ وانت داخله معاك طبانكه في الشنطه ليه؟ انت مش فاهم حاجه. هدي خلقك يا كبير، الامور ما تتحلش كده. اخرس يالا، البنت دي هتفضل معانا هنا لغايه ما نشوف اخرتها ايه. يا كبير، ما انت اكلتها من الاكل اللي كانت جايباه لنا وما حصلهاش حاجه. برضه هتفضل قاعده مع انسانه بدل ما احنا قاعدين في الهو ده لوحدنا. ماشي لي بطبنجة، ده انت جبروت. ولا الرقم ده من بره؟ اه ده دولي. اسمعي يا بت، انا هفتح الميكروفون، اي دقه نقص هفض في دماغك. ماشي يا حمو. قولي الو. الو. ايوه يا منى، البت هربت يا منى. ازاي هي ما ماتتش؟ نفدت منها وهربت بعد ما اعترفت علينا. البت دي لازم تموت، لازم. كلمي حمو وهو هيعرف يجيبها. وتكلم حمو ليه يا باشا؟ ده انا جنبها. اصل هي كانت هنا يعني جايب لنا اكل وبتاع، يا بنت بنت حليل قوي. واخده بالها مننا الصراحه. خلص على عزه يا حمو. البت مفيش حاجه ما قالتهاش في النيابه. يا خوفي تكون هربت عشان تبقى الطعم. بالطعم اللي هيجيبنا كلنا، فاهم حاجة؟ فاهم؟ فهمت يا باشا. اتفضل. ازيك يا حسام بيه؟ على فين يا أستاذة؟ ما تحضرينا يمكن يكون لك رأي. هو أنت تعرفني؟ عز المعرفة. مش أستاذة غادة برضو؟ ده أنت حتى رقمك متسجل عندنا. أو مش أنت برضو اللي بلغتي عنها لما كانت هربانة في بيت أمها؟ مبدئيا كده لو سيادتك جاي تسال عن المتهمه الهربانه فانا ما عنديش اي فكره هي فين. الله، وانت عرفت منين انها هربت يا حسام بيه؟ قريت الفنجان. جرايه سياده المقدم، انا بعت المحامي بتاع النيابه عشان يعرف معاه تجديد الحبس، هو اللي عرف كل حاجه وبلغني. عظيم جدا، يعني هي هربت لوحدها بمجهودها. ما هو مش معقول برضو يا فندم واحد في مكانه باشمهندس حسام هيعرض سمعته وحياته للخطر عشان واحده زي دي. وليه لا؟ ما هو عملها قبل كده. جابر الصعيدي هو اللي هربها قبل كده بالمستشفى، مش انا. هو كان فاكر انها منار زيي بالظبط. الوضع دلوقتي مختلف. دلوقتي دي بالنسبه لي واحده هربانه وتاجره مخدرات. بعدين مش معقول يعني هو هيبقى مهربها ويروح يبلغ عنها. ولا من المعقول برضو ان اللي اعترفت عليهم هم اللي هربوها. يبقى في طرف ثالث. هو مين بقى؟ انت بتسالني انا؟ هو انا اللي طلبت يتعمل لها اختبار حمل؟ ايه العلاقه برضو يا فندم؟ علاقة انه طلب حاجة زي دي من هو يهربها. ناقص تقول لي كمان ان انا اللي بعت لها الاكل المسموم جوه الحبس. لا، دي عرفنا مين اللي عملها وحددنا الشخص وهنجيبه. ما تتعبش نفسك يا مربي، انا ما اعرفش مكانها ومش انا اللي هربتها. تمام. بص، المشكلة ان بيبقى فيه دايما تفاصيل صغيرة ما بتاخدوش بالكم منها، زي مثلا اللي حط النقاب في حمام النيابة
او اللي عملوا الخناقه، او صبري توكل، المسجل خطر اللي ماشي معاك زي ضلك. اهو التفاصيل دي بقى احنا بنركز معاها وبنمشي وراها لحد ما تكشف لنا الحقيقه. انا خلصت اللي عندي، لو في عند سعادتك حاجه عايز تقولها قبل ما امشي يا ريت اسمعها. للاسف ما عنديش اي حاجه اقولها لك. انا قلت كده برضه. يا صفوان باشا، يعني اعتمد؟ تمام تمام سعادتك. منى في الحفظ والصون، هتفضل معانا لغايه ما الخطه تتم والموضوع ده يموت. ماشي سعادتك، سلام. اظن بعد المكالمه دي كلنا بقينا في الهوا سوا، مفيش داعي بقى للتكتيفه. فكها يا ريشه. امرك. قلت له بلاش اودي لها انا الاكل، في كاميرات وهي لو شافتني هتفتكرني، بس هو صمم. يمكن كان عايز يضحي بيكي. عموما مش وزه اللي عرفتك. امال مين؟ الباشا بتاعنا هيجيب قرارها ويعرف مين هي. ادم لا مؤاخذه كبير، وانت بتحكي مع الباشا يعني انا سامع اسمي راشق معاك في الحوار. اه انت لسه ما فهمتش؟ ما انت خدت التليفون ودخلت جوه، انا ما لحقتش اسمع الكلام. بص بقى يا ريشة، انت وقع عليك الاختيار عشان تضحي عشان الاخرين. يعني ايه؟ يعني انت هتشيل الشيله. انا؟ اه ما عطلكش يا كبير، انا اكتفي ما تستحملش الشيله التقيله دي. ليه يا ابني؟ انت هتعصاني يالا. انا ما اقدرش يا معلم، بس دي فيها تأبيده. طب وماله؟ انت عايز تفضل بره ليه؟ ده جوه حلو، قاعد اكل شارب نايم، لا سكن ولا ايجار، كانك في فندق خمس نجوم يا حمار. ده غير اللي هنجيب لك شاشه تتفرج على فيلم، ماتش، عايز تلعب كوره، الملعب واسع، عايز تصلي وتتوب، الجامع جنبك، تطلع لنا الحاج ريشه. طالما الحال حلو قوي كده جوه، ما تخش انت وتكمل يا معلم. بتقول ايه ياه؟ سمعني كده عشان انا سامع تقيل. يا حمو بالراحه، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. بعدين انت على جنب يا ابله. ما تدخليش بيني وبين صبيان، مش ده ريشه اللي راح عندكم وكان عايز يركب مكاني؟ ماشي يا معلم. يلا يا معلم ريشه شيل بقى. والمرسى ابو العباس انا اتفهم الحوارات دي كلها يا معلم، والحكومه مش هيخش على الموضوع ده ومش هتصدق الحوار اصلا. ياض يا مغفل، ما احنا هنسبكوها وهتدخل على التخين كمان. هجيب لك احسن محامي فيك يا اسكندريه يترفع عنك وياخد اللي هو عايزه وزياده كمان ان شاء الله. قول يا رب بس هتاخد 10 سنين بس. مع حسن سير وسلوك ممكن تطلع بعد خمسه. خمس سنين يا حمار، هتطلع هتلاقي كافيتيريه باسمك على البحر غير مليون جنيه يا عم، وعروستك انا بذات نفسي اللي هنقيها لك، ايه رايك؟ سيبنا نفكر يا معلم. تفكر ايه؟ ولا ما تخليش عقلي يفك مني واديك طلقه فرتك لك دماغ. قلت كلتي؟ انت دخلتي هنا ازاي؟ مش مهم دخلتي هنا ازاي، المهم ان انت كلتي السم الهاري مطرح ما يسري يهري. عندك عقلي كده وخليكي حلوه. هو انت عملتي ايه؟ ده وقتهولك، سم الفران اللي قتلتي بيه اخويا وانت عايزه تقتليني بيه. انت بتعملي ايه؟ انت ميته ميته خلاص، انت بتطلعي في الروح. انت هتستقوي عليا؟ ده انا رجاله بشنبات كنت بجيبهم تحت رجلي. عايزه اشوفك بتتوجعي زي ما اخويا كان بيتوجع. حسي باللي اخويا كان بيحس بيه. عمل لك ايه؟ حرمتيه يشوف ابنه ليه؟ وتسيبهولي؟ سيبهولي يكون سندي في الدنيا، سيبهولي استقوى بيه وقف وش حمو. انت مجرمه. انا مجرمه؟ انا مجرمه؟ امال انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت دمرتي حياتي، خربتي بيتي، قتلتي اخويا، وكنت عايزه تقتليني، كل ده ليه؟ ليه؟
عشان مين؟ عشان مين؟ ما هو مش مركز معاك يا عسلية، بتعملي ده ليه؟ هيتجوزك مثلا؟ اسكتي اسكتي وكده عايزة اسمع اهاتك، صروخي كمان، قطعي كمان، عايزة اشوفك وانت بتتقطعي. عليكي حرام عليا، مش حرام عليكي لما قتلت اخويا؟ بطني بتتقطع وعاملين عليا تمثيلية وجايبين لي البت تقول انها حطت السم بالغلط. طبعا ما انت شركته في كل وسخاته، لازم يدري عليكي. اطمني، انا عرفت كل حاجة. ايوه كده، سمعيني احلى اهات، حسي باللي اخويا كان بيحس بيه، حسي. حبيبي عمر، دمك ما راحش خضر، النهارده جبت لك حقك، جبت لك حقك يا عمر. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.